أفهمكم الله. يقول هل هناك كمية محددة لما يستعمل من الماء في الاستنجاء أو الوضوء أو الغسل لا يجوز تجاوزها؟ لا يجوز الإسراف في صب الماء لا في غسل النجاسة ولا في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، وكان صلى الله عليه وسلم يقتصد بحيث إنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فلا يجوز الإسراف في صب الماء في غسل النجاسة أو في الوضوء، والنجاسة تغسل حتى تزول من غير إسراف، والوضوء كما سبق أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا على كل عضو بعد مسح الرأس فإنه مرة واحدة. نعم.